بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخوتي في الله، عاو وهبي الجمعة لحني بشي كوبان محرم كنا فر بغلا فرتني اللحني من الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم. إسلام أركان وافق سن كوية تبنك بشة الضباد لبضكم لباتني أفرتا ترسيق ميلادك وحين أوبر لنسانين ندودي عنوان كذوها الهجرة النبوية دروس وعبر. هجرة الرسول عليه الصلاة والسلام مكة هجرودي مدينة هجرودي الرسول عليه الصلاة والسلام هي دروس تأيو عبروين كلها قادنا هايو ندوة داسو يسوى أبو الشي منظمة الإحسان كان داعي مساجد كأبو بكر نسلم كان ندوة وحاين ومرتيا كقيب قال هيا علماء نقيمها بدن فضيلة الشيخ محمود الشبلي حفظه الله وفضيلة الشيخ عبد القادر بابه وفضيلة الشيخ محمود مركوني وفضيلة الشيخ الدكتور علي حفظ الله الجميع علماء نقيمها بدن أيان أبو مرتيا ندودة يعني يجانا وذاك دون إن شاء الله تعالى وقتي والجواب سيأوي وين بالله إن شاء الله تعالى قيمت كوبان وحويا هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم سرد موجز لأحداث الهجرة النبوية. هجرة الرسول عليه الصلاة والسلام وصي تحنا الله سبحانه أحداث نحن عظيم وحن نوسو جدين دون فضيلة الشيخ محمود مركوني فليتفضل مشكورا مأجورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. سند وكن يشم بقره السنة كهر هدي ليس كدره عمري النبي عليه الصلاة والسلام وأفرت سنةها إيو سدحي طوان سنة وهو نبي مكجوي عليه الصلاة والسلام إيو سند كهدا عن جونو هجري كون أفر بقل أفرتن إيو لح إنت أمرك لسوقي إيو وأكون إيشان بقل وسنة كهر حل يا سقا حالة عربات آد أي وليدتي أما قودهان عالم كوبا وحكجري حالة آد وأدك تنور سياسة أهان، مقالة أهان، بلشة أهان، ديني الدنيا وحفيوبا مجرين سي تفصيل أو فاحسن ما هو قول رمي كرو وقت يوعيري آقيس لكن وحان قفلا حديث نبي عليه الصلاة والسلام وقوح حي حالة أيضا من حديثي عياض بن حمار عند مسلم رضي الله عنه نبي وحليه عليه الصلاة والسلام وإن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. إلهي سبحانه وتعالى وحضى العذي ذاتك للك الجوبة كل قد عربت وعجمت
كدبنا إلهي سبحانه وتعالى آد إي آد أيوه عراضي دديا أو ترسن أو أهل الكتابة معهم حديث كاسي وحموجين آيا حالة دقود بشرية ويكون نوليد وقتها أساقا كهر انت أوسى النبي عليه الصلاة والسلام دالنين مرقا كدب إلهي سبحانه وتعالى ددك هي خلقك قودهان وقلنا حريستي وغطري وحو إلهي سبحانه وتعالى وصوصاري نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام سنة كمركوها عام الفيل سيد الله يقال له يقول لشي نبي عليه الصلاة والسلام أفرتا سنة مركو جسري نبي عليه الصلاة والسلام بعثه الله رحمة للعالمين سيئو ددك عن أبد باديهم عالمين تورنا نبي الله سبحانه وتعالى وصو صاري نبي مركة عليه الصلاة والسلام مسؤولية داس مركو إلهي حمبارسيي لحظة أبوه الرئيسة وعبودة قلي مسؤولية دي واجبك إلهي وصاري إنه قتو تولكي إسا هو سيئيوك باللابي وكلك المي دقال دعاية أفلقادين عاي جس جس إيو نوعية فربضاً أو قمادة أساق إيو سحابة ديسا نبي عليه الصلاة والسلام هي سحابة ديسا وإنتا سعود القادنا أيام مرحلة كمدة مراحشة إبتاس أي هيستي نبي هي سحابة ديسا عليه الصلاة والسلام وعقلت لي نبي عليه الصلاة والسلام إنه نفه هذا العرران أو أي تقام حبشدة إلى لما قرأ كلا يكون غرقين كذب النبي عليه الصلاة والسلام مركه أركي حالة دقود قويس كيسا قريش ينوسا خير بدن كسو سعنين عبودة قلي ذاتك كلي قبائش كلي إنو الله الله نبي مركه عليه الصلاة والسلام تلابوي نورا يقاضي حكم دهيد رحلة ذي بركة سنيد ونبي وكتك عليه الصلاة والسلام مقالة الطائف ولي لديه جلي بني عبدي هذي أما ثقيف سات سيرادة كبرتين ويسول لك حيين نبي عليه الصلاة والسلام لما تفر بذن أي يقهستين تي قريش متكدرا هير نبي عليه الصلاة والسلام وقتل مامي مالين كأدك مالين تاسل قصو عيدي طائف إني سنجرين قريش مركة أركتي مركة نبي عليه الصلاة والسلام إنه باللابي إنه رسالة ديسة إيه دعوة ديسة أو قارسية قبائشة كلها ونبي عليه الصلاة والسلام موسم كحجك أيو قبائل كردوان لكل مجري نبي عليه الصلاة والسلام نفتي سوء بندق جري وحديه جري يا إيه أقبل آيو سيئان أبوتو رسالة ربيقية عليه الصلاة والسلام تذال هذا فربضنا أيوب بحيي بأبي أمي صلى الله عليه وسلم كذب وحقوق ليستي دادير وترير وكيم مدينة إن أكرد دعيو وقارسيو فكرك يا رسالة وحمار سلام ويسودوين إلى لحقف أيك شيغان أهل سيركو كذب النبي عليه الصلاة والسلام مركي أيو قادين تلكيس إن أي وقذق لينو قبولي صدعوة ديس وقوان دك دك أي إيقاتين وقوان كإيقاتان ميدك هو أذك أه نبي اللي تخلص عليه الصلاة والسلام ويجرتي مرار بضن أو أي سفر دي أي سعود دي أي نبي قاين أي دلال لكن هذا القرآن لور رنيا أي أو شر لوقفتي أو أجندي سؤها إن نبي قال لك تخلص عليه الصلاة والسلام أو لدلو أي سكوا فقين ومدى إلهي وكتل ما مي في سورة الأنفال وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين ويشرين شركة انتو صعبي انت هنقو آنك لقارين
أعراض كسب بحذي وحكم دها نبي جه الله حرام وحبسي هلا دقو ما يا عن كسر نمكة وأكو جدا بيقولون نقضي نبي جه النبي عليه الصلاة والسلام حسكوا فقى مركا سي نبي جه عليه الصلاة والسلام القيس كو قدر شيء بني هاشم أي سن عد قونية وأجار سن هدي أي ديلان وحيسكوا فقين قبائش قريشات إلا جسوا صاروا مد والبو ويل اللي جسوا صاروا وأي هل مر النبي عليه السلام أيه هو ذا جر أي ديلان ورك النبي عليه السلام سلام أركي وأنكي قريش أي جارتي وحسوا جارسية جبريل عليه السلام حان الله إدمي النبي عليه السلام إنه بحه ومكة كبحه النبي عليه الصلاة والسلام إنه ما كبحه هري أيوه أوها مالك أوه ريس رسالة الله صلي أو أرك جبريل عليه السلام أسرع أو سمد أيو للك لحظة وضف ليها هذا أيوه أرك جحي أتيوي من خديجة رضي الله عنها كذبنا أيد جسي نيدو الاستي عبسدي كباب إسي كذبنا أيو قادي أضيق الذي جري ورقة من نوفل رضي الله عنه وإن ذلك لها وحي النبي أقول لك المي عليه الصلاة والسلام أيوه الشيء هذا الذي مرك ورقة أكوي لنبي عليه الصلاة والسلام وحكم لها ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك شل ليتني لي هدان نولان لها تركاب مرك أي مكاكا سارا يعني نبي هذا يقول لي أبي حبيبي عليه الصلاة والسلام أو مخرجيهم ما كم يجي كسارا يعني أنا محمد أويل كودا ومعاك إلى هذا صفات كون وناكسن هي شخدة ون وناكسن أنا صقبتي أيوجيه ورقة الحكي لنعم لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي ويدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا ها والوساري عند أديك كاه الرئيسي ورسالة إيه الدعوة إيه وحيقة إلهي سبحانه وتعالى التي من مجرته إلا ولا ساري جري سألوا إنكو يفربدي نبي الله إبراهيم إلهي وطورنا وشكي فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي يأتيه الدعوة كاسو عربي كوفة أم عراق سبع أسعد الشام نبي الله موسى عليه السلام مدي يوفى كذي مصر يوكسو عربي marka nabiga kaleey salaatu salaam horey ayaa loogu sheegay tolkiisu inay la dagaalami doonaan ay bahdili doonaan dibaatooyinka noocyada kala duwan u geysan doonaan umaadi doonaan kadibna hadii ay sanu suurta galinay dilaan maka ay ka saari doonaan nabiga marka kaleey salaatu salaam jibriil markuu u yimid fasaxna roosii inuu magaalada madiina u baxsado horey ayaa ريضة وحالوت سي ماشاء آذي لها أو النبي عليه الصلاة والسلام سي شاقي سحابة دي سين فروق إن فربضان وكمد أهنا نبي قو أسي إبمي إن يبحان كذب شركي يبيع ذي نبي عليه الصلاة والسلام إيو رحم ريه شيسكي وينا أنصار رضوان الله عليه لحدي قفان سو شاقلي مقالة مدينة يكون نقدين موسم كاللواذي حشكا وحين نقدين لبي طوان موسم كصدحات بيعة العقبة بيعة الله يقانه إلى تضواتن الشن أيها يمد والنبي عليه الصلاة والسلام بيعة لك علي نبي مرك عليه الصلاة والسلام مركي أوه بسدي أنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم إني هشيس كاسي ونبكي هاي حق وبجوغها عباس بن عبد المطلب رضي الله عنه ومركز قالها نبي قادير كيس عليه الصلاة والسلام كذب النبي عليه الصلاة والسلام صحابة سوحوه فصحينا مدينة آذان ضد بضان وأي كمدة ضد كضعفة وأنبيح كريمة هنا النبي عليه الصلاة والسلام ويكسي هرمرين أبو بكر رضي الله عنه أي النبي أيمد وقف سحقاتين وسكن مدينة آذان نبي وحكوير إي كادي مركي الله فصحي النبي عليه الصلاة والسلام حلي هو صغرير أما زوال أيو أسقوا إسقرينا أيو حوي من حافظ أبو بكر رضي الله عنه.
أبو بكر ودري أمركينا يرين وين جرتوا لأنه حلقة والنبي يمد عليه السلام حليدي وإيمان جري معه وصوغ لي قريقة وحاجه عائشة إي أسماء رضي الله عنهما بنت أبي بكر النبي أمركو الحقيري عليه الصلاة والسلام أرين أيها جرتا أخرج من عندك ذات كان نقصار أبو بكر الحقيري إنما هم أهلك يا رسول الله وأهلك يا رسول الله لأنه عائشة رضي الله عنها مركز وحيكم مهر سنة النبي عليه الصلاة والسلام برك النبي وحكوه عليه الصلاة والسلام وحاليه وقال هذا إنا نجروضه برك سوحوه ويديستي الصحبة أو الصحابة يا رسول الله معك أن نقضه أن كله جروضه النبي وفى صحي أبو بكر مركز رضي الله عنه لعد هذا أسكار مركي النبي عليه الصلاة والسلام وكوه يسوك وعيكالي وعوم علينا إنه النبي عليه الصلاة والسلام إسراع دونان مركو حسوديار حسوديار صدي لبها له وأسرع إياه النبي عليه الصلاة والسلام يكون به الهاية سدوا كله وكشقي نل ديجي عبد الله من أوريق أو مركز قالها أو خريت أها ودوينك يوم لها لما رأت ويا قاني إنه دليل النقضة أو أسرع النبي عليه الصلاة والسلام يسيك حياة زادك أما سهيدنا ودي أرصدي رضي الله عنه حولي صعدن حولها وهي استمركز أيوه ودي أريي هجرة النبي عليه الصلاة والسلام كالتا وكقاتي يبوسك وكججره تاريخ ذا إسلام كعلم ذا ياك هذه الدونتة كذب النبي عليه الصلاة والسلام وحؤاد يعني وكدد علي بعتان كيسة إنه سر نقضه ولذلك هبينمو أيو سيب حي أسقي عبد الله ابن أبي قحافة وأبو بكر رضي الله عنه وحي لبلا منك عبد الله من وريق طه صدح من كذب إنه وقوي ما ده ماشى لدي جري غار الثور وأه بور هذا اللي يقانو قد كي الله ومد إله سبحانه وتعالى أوت المامايو إلا تنصروا فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار وغار ثور ماشى أي تجين سدح حبين أي ماشى كجرين قريش مركي مركي أوغاتي كورتكو مركي أوغاتي هشيس إنو الأحمري النبي عليه الصلاة والسلام يرير مدين الأوس والخزرج وحيسكو ديين هشيس كاس إنو بوريان ودور عملية أي سكو ديين يعني وفد أي ديرين أهل المدينة ولا لها اللي إنه يكرنا قضان هشيس كاس ويكون مقوبين ويكون ليسان وايد كدب مركة إلى لو أدك أي ساري النبي عليه الصلاة والسلام أي ساحب إيسا أبو بكر قصص آدو فربضان إيا حوادث قار بضان وكمد أي موضوع تهي قار بضان وكمد أي سونين أي أهل سير كشيغان وحاقوه إنسان والوقت وعليل يدرتيس النبي عليه الصلاة والسلام إنه قبول يستي يا صاحب كيس أبو بكر رضي الله عنهما إن يقاران أجابوا بطقبة قدكي أين كجرين سد حبيل قريش مركة مركة يوقات النبي عليه السلام إنه بحث هذا يا صاحب كيس وحي بحي عند ذا الأدوين وأدو فربضان وحي ساري مدح النبي عليه الصلاة والسلام يا صاحب كيس أبو بكر بقول هلات قفكي كان محمد سوى نون أما سوى بنتي وقول نيف وقيل أيها لسينايا دادكي مركة ويشاقتاقين خاصة الليارادة إيا دادكا وحي سنين دادكي مركة دبجو النبي عليه السلام وكنت مننا هي إنا يكوكو ليستان جائزة داس ويكوكو ليستان إنا يسوء قاران قدكي النبي وكجري عليه السلام ويسكو قرينا يساقي ساحب كيس كما في البخاري أبو بكر رضي الله عنه شنقد أيو الدرامي لمن كي إني ماشى سوق عرين رسول النبي صلى الله عليه وسلم وكيري متكود هدي وهوس تصوفير لها لرآنا ونارك لها يعني ماشى يجرين أي وتجين النبي عليه السلام وبكر ودجين يدور لسوي وكيري ما ظنك باثنين الله ثالثهما حد ما لين يسأل وقف That's good.
oo rabbigooda u sadaxeeyo. midda ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ka hadlaayo id huma fi lgaar, id yaquulu lisaaxibihi laa taxzan in allaha macna, nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo saaxiibkiisa abubakar radi allahu canhu saddex beenay meesha ku jireen. Kadib ninkii ay soo kiraysteen oo gaal ahaa cabdullaahi muraiqid ayaa u yimid meeshuu ka waday. Waddadii la yiqiinay ee Madiina, waddaan ahayn oo cusub, ayuu marsiiyey badda cas xaggeeda ah. Kadib nabiga calayhi salaatu wasalaam ilaahay fadligiisa ah uu samata bixiyey, dhowr habeen kadib wuxuu gaaray magaalada Madiino. Dhowr dhacdo oo muhiim ah ayuu la kulmay nabiga calayhi wasalaam intuu sii socday, laakiin waxaa ugu muhiimsan isagoo caafimaad qaba oo cinaayada ilaahay ay ricaayeynayso ayuu nabiga calayhi salaam Madiina gaaray. Waxaa lagu soo dhoweeyey farxad aad u weyn reer Madiino oo sugayay, oo maalin kasta aadayay magaalada Madiina duleelkeeda iyagoo sugaya nabiga inuu soo gaaro. Nebigu wuxuu ku hakaday calayhi salaam dhowr maalmood meesha la yiraahdo Qubaa, oo hadda ka mid ah xaafadaha Madiino. Kadib nabiga calayhi salaam wuxuu gaaray magaalada Madiino. Meeshaas ayuu ka ambaqaaday inuu dhiso bulsho islaami ah, dowlad islaami ah oo khayrkeeda iyo fadligeeda kumanaan sano ugu soo raaxaystay. Annagoo hadda Nairobi joogana, ilaahay subxaanahu wa tacaala fadligaas u nasiiyey siirada nabiga calayhi salaam, hijradiisa haddii la soo khulaasay waa intaas. Waxaan rabaa laba qodob inaan baraarujiyo. Qodobka koowaad, hijrada nabiga calayhi salaatu wasalaam sida dad badan ay u malaynayaan ma ahayn bisha Muxaram, ee waxay ahayd dabayaaqada bisha Safar. Nabiga calayhi salaam wuxuu soo gaaray magaalada Madiina bisha Mawliid, Rabiicul Awwal, laakiin waxaa looga bilaabay cidda bilowdayna wuxuu ahaa Cumar radi allahu canhu. Bisha Muxaram markuu la tashtay kadib saxaabada, waxaa looga dhigay bisha Muxaram kowgeeda in hijrada nabiga ay ku bilaabato. Nabiga calayhi salaam ayaa bilaabay qorshaha uu ku hijroon lahaa markii uu la kulmay ansaaru rasuulillahi sallallahu calayhi wasalam. Kadib marka walaalayaal, wixii fawaa'id ah, wixii cibar ah oo ku jirta hijrada nabiga calayhi salaam culimada ayaa ka hadli doonta. Keliya waxaan rabaa inaan tilmaamo laba qodob. Qodobka koowaad, inaanan quursanin oo aan naxariista ilaahay ka quursanin, si kastoo ciriiri iyo cadaadis iyo colaad naloo saaro. Inaan hubsanno mustaqbalka in diintaani ay leedahay. Sidoo kale, waxaad ogaataan oo aad mar walba ku fikirtaan, qalbigiinnada ugu soo celcelisaan, diintan rag baa u soo shaqeeyey oo naftooda iyo hantidooda u soo huray, si fudud oo rakhiis ah laguma soo gaarin. Waa inaan dareensanaanaa culayskaas annaga nafteena aan ka shaqaynaa, una shaqaynaa diinteenna. Ilaahay waxaan weydiisanaynaa diinta Islaamka inuu nagu dilo. Sallallahu cala nabiyina Muxamed. Soo bandhigid kooban oo hijradii rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo axdaadii ka dhacday. Haddana waxaynu ugu gudbaynaa qaybta labaad oo ah fadaa'ilu abi bakrin radiallahu canhu
ومكانته في الإسلام والتحذير من الوقوع فيه. وحين ولو سلمنا هاي شافنا وهذا الشيء هاي السعودان كاس وهذا الرسول كالسعود عليه الصلاة والسلام له جلودي أبو بكر رضي الله عنه أبو بكر هي فضائشي سي هي مكانة الإسلام كولي هي هي إلا قد يقول إني وحويان لوضع شرفتي سي إيو الدين تي سي أصغى إني وحلق الشيخ أيو قضب كاللباد النقونا هيا وحاني نوقع ذن إن شاء الله تعالى فضيلة الشيخ الدكتور محمود الشبلي حفظه الله فليتفضل مشكورا ومأجورا. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وعلى أما بعد. أبو بكر الصديق رضي الله عنه عبد الله بن عثمان مغيس عبد الله بن عثمان كنيديس أبو بكر نانيستي سنة والصديق طبعا مغعنا به أو بحيي يهرر كودي كنيدنا نبيون عليه الصلاة والسلام لصادرين بالا دي شري لكن نانيستا أيا عصبين وانت النبي يمد عليه الصلاة والسلام كدب تمد سببت الله أمك عابينا لبحديث بوات المامين مدوا في صحيح البخاري من حديث أبي سعيد الخدري نبي صلى الله عليه وسلم مال سوى جبل كأحد كركي سمير سهران وتهجن نبي أبو بكر عمر يا عثمان بهايل وحوقي مو قريري وقرير خفيفة وفضد أي قرير تبورتي وكاس النبي هذا يري صلى الله عليه وسلم عري أثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان أفرقف باكرك على سارا مذوى النبي منا وصديق لبنا الشهيد نبي كل من دوران كالنبي ونبي محمد صلى الله عليه وسلم عمر يا عثماننا والذي له شهيد نبي كل انتين يا صهري أبو بكر صديق نبي وحولة شهيدي أبو بكر سو عادي بود انتي ولا مدرين عمر يا عثمان الشهداء يا هايان وحق درها لو دري مرنا قضال بين اوغي من دون تاي والنبي عليه الصلاة والسلام حكوت المامي انو نكر رميي هاي مركا عدتكو وابين تعدهان نانيس تاسي حديث كلو حسنة شيرو نانيس لباد بوليه العتيق برير هذا كيل حريي نار تلغ حريي يارا مناصبة دو حيات سنن كقار كود حديث حسن هوي نبغو عليه سنن صحابة قيب لفر ديا يا أبو بكر صوغ علي كاسو حيلا دو وحات هاي عتيق الله من النار كيلا نار تلك حريي بات هل كينا صادرت الكتب تقار كود لبضا بواتكو هاركي مركي لغاها الليو أبو بكر كموها انت أسوا مغا عيسى يا نانيستيس أبو بكر رضي الله عنه درجة دي مقام كولها وقفك كلية يا قرآن كو شاغي مغا عيسى قرآن كو سيجارة كو شاغي إنه السحابية آيات دي هجرة الآخرية في سورة التوبة إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين قالوا مركا نبقى صارين استقوى الله بوضى السعوة تنبت كودة إذ ما في الغاري قد يكونوا مريين مكا يكون شيرين إذ يقول لصاحبه لا تحزن نبقوا كلها نكي للسعودي السغى
هعبسنن وحبا همروغونن إن الله معنا الله نلجر وحبا همروغونن إذ يقول لصاحبه وأبو بكر تاريخ ذا مسلم يشيعتون الله يسكم خلاف سنة إن هجرة ذا قفك الراعي قد كو الراعي لقى لي أبو بكر وها فأنزل الله سكينته عليه وأيده إلهي بأن حريس كسو دتيه يدقنان قربنا استاغي أو تاغيري آيات داسي وحي كمتها آيات كوقيمة بدن السيقارة أبو بكر ويمت مر لبات إلهي القرآن كيس أبو بكر وحو كشاغي داتك فضلي بدن قيمها بدن إنوية وقصة يفكي كمركي لعضي عائشة بنت لقفي ديي داتك دبي عضهان أبورك إلهي كلا ور بدن داد باور كلا وريغة دادنا وحي مغلان مدعفو نيو حاجري مهاجرها قويس أبو بكر نحكتية قرابة يا هايان حدنا مسكينة وحبها يسينين ورهاركة لن نولها وقرابه وانا لن نوليه وحكمي ذا عددك ورك اللوري غي بانتفع في مستحبة لديشري مركي ورك القرآن كسود إلا بينيه أبو بكر يددكنا وغايا ننكن كالنتو كقاطي ورك الشيك شيك لسيه في دينتيس وكي أبو بكر قدارت الشكوب شاهو دنبا إنو سنسيري إن ننكي ساقو حكتاها اسنو واحتريي وحكى شقيه وركع في ذي كبشه دمبه يكب بيه إنه سحافدك كبرين قرآن بسود يا أبو بكر يا الله ليا ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم ولا يأتري أولو الفضل مفسرين توحي سكرة عند أمان إن أبو بكر لو يجيد أولو الفضل قال الشيء غير وحال إليه سقع في أبنتا خلد أنت لا ينكوع في واتس عشا ذاتك إن الفضل حول أولو الفضل قال معها حوله هو الساعة تيواي وحنا هيست مركة أولو الفضل ذاتك إن قيمها بدن إيوان واناكسا حولها أنا إلهي السيئي داد قرابة أو مساكينة أو مهاجرين يعني كنت أعرف أن يبيلك كتران هو خلد ما يصح هذا هو خلد أنت عددك إلهي نقول دافن عفينا واجعليه سيدي إلهي قد هدا خلد أنت لو كو عفي هذا تعيش يسقع في أبكر واعفي بيلك يردبه داي آيات مرك إجماعا وحيكا الله يسأل الفضل وأبو بكر انت وحا نرد عليك كبدنه والسابقون الاولون ايو لقد رضي الله عن المؤمنين ايو محمد رسول الله ايات الصحابه سجود او هادلي اما قيب كهدلي او مهاجرين انصار بو كميدها او جرد النبي بو لا سوداي مهاجرين بوها سابقين تي بوها ددكي بيعه الرضوان قال لقد رضي الله كميدها محمد رسول الله والذين معه بوها انتا صردان واسوك عليا كوا نقار بيوشي غيا نورا في موضة وكالة او سنة النبي عليه الصلاة والسلام نبي ابو بكر بودته وشعلا عمر بن العاص وحوليه في الصحيحين نبي عن ويدي اي الناس يحبوا اليك تركي هذا وشعش بكاسو لعائشة انا وشعلا بكاسو لفو من الرجال رقي هذا وشعش حول ابوها أبيه، حولي ثم من يأكل حجة، حولي عمر بن الخطاب في البخاري ومسلم وعي، تضم بالله ودري النبي جاء تضم وش عشه يبالي عايشة وعي، وأضم ركع رجعنا وحالي أبو بكر بقول، قال الله بدي من الله ودري، والصبح يوابري يقابل دعبة،
ku cibaadaysay ilaahay ugu dhowaanaya labadii nacooda nabiguna labadaas wuu ugu jeclaa raggana wuxuu ugu jeclaa abuubakar dumarkana wuxuu ugu jeclaa caaisha radi allahu canha waardaha marna nabigu calayhi salaam waa ka yidhi dadka waxaa abaalka ugu badan igu leh ina amanna annaasi calaya binafsihi wa maalihi qofa naftiisa iyo maalkiisaba igu gallad badan abaalka igu badanna igu leh abuubakr sidiiq abuubakar waa saani binafsihi wa maalihi naftiisa iyo maalkiisa igu xiriiriyo wuyu horay marka dadka oo dhan bini aadamaha ah qofka ugu abaal badnaa ugu gallad badnaa ee nabiga abaalka iyo galladda ugu badan naf iyo maal loo hura ku lahaa nabigu wuxuu qiray abuubakr sidiiq inuu yahay wuxuu yidhi marka haddaan qof uun khaliil ka dhigan lahaa darajada ugu sarraysa ah latakhadtu abaabakrin khaliilan laakiin saaxiibkiinoo nabigaa khaliilullaahi weeye waxaase naga dhexaysa islaamka iyo mawaddatuhu jacaylkii islaamnimadaa naga dhexeeya nabiguna islaamnimu abuubakar u jeclaa qolana islaamnimay u dhacayaan marka de waa islaamkii nebi maxamed maa kaas islaam kale waay diin kaleoo islaam lagu magacaabay waay ilaahay dartii iyo islaamnimadaas buu nabigu ku jeclaa abuubakar radi allahu canhu waardah saa darteed islaamkii nebi maxamed keena haddaad haysato abuubakar inaad ku jeclaata waay haddaad islaamkaan neceb tahayna dee inaad nacdo wey intaasi waa qayb ka mida fadliga abuubakar uu leeyahay radi allahu canhu waardah waxaa ku garan kartaa darajaduu nabigu ka joogay mar kalena nabigu uu kala hadlahayo dadka in abuubakar bannaanka laga maro qur-aanka iyo sunnadu waa waxyi ilaahay baa soo dejiyey oo nabigiisa yidhi wamaa yantiqu cani ilhawa in huwa ilaa waxyi yuuxa ilaahay waa ogaa dad islaam sheeganaya oo abuubakar iyo caaisho lagu salliday inay iman doonaan saa darteed baa caaishana qur-aan lagaga hadlay oo beentii laga sameeyey waa been laguma daynin ilaahay wuxuu ihi yacidukum allaahu an tacuuduu limilihi abadan ilaahay wuxuu idinka waaninayaa weligiin dambe waxaasoo kale inaad dhahdaan ilaahay waa ogaadeer qolo waxaa dhihi doona iman doonaan qolo waxaas dhihi doona oo caaisho waxbaan bay samaysay dhihi doona oo warkii munaafiqiinta ku soo celin doona inay iman doonaan baa ilaahay ogaa saa darteed dadka ilaahay rumaysan baa qur-aanka aayad lagu sheegay yacidukum allaahu an tacuuduu limilihi abadan markay aayaadku ka hadleen warkaa inuu been yahay dad mu'mina inuu warkaa yidhaahda inayna ku habboonayn waxaa waa wixii tegey waxa soo socdana ma dhici kartaa caaisho waxaan oo kale dib inuu ka dhaco maya ma laga yaabaa qolyo wixii beenta ahaa soo celceliyay inay yimaadaan haa maxaa nagaga aadan waxaasoo dambe dib ha ugu dhihina idinku yacidukum allaahu an tacuuduu limilihi abadan abuubakarna cumar bay isqabteen abuubakar iyo cumarna cumar baa garta lahaa xogay markii la kala tegey waa abuubakar dib isu waansaday cumar buu soo raadiyey xuli warniyo waxoogay waan kaa khaldanaaye icafi cumarna nin cadho kulul buu ahaa cadhadii kululayd baa ku taagnayde waa diiday war naga leexu yiri abuubakar waa tagoo nabigu u waramay wuxuu yihi saasaa dhacday waxoogay markaa ninkii ku noqday ihi warniyo xataa qofka carabkiisa eelkiisa ay isqaniine raalli ahowna waa iga diiday markay kala tageen intaa abuubakar sii maqnaa baa cumarna dib isu waansaday wuxuu ihi warniyo waa khalade
ديك دي هدو يرادي وان خل دمه رال لهو انا دي دم ما هين وصو دوني ورنيك يا اركي حق النبي موسي سعودي بالي وكذب يبي دي سغر نيكي النبي هو ورمي والنبي غورا ان رال لهو دي ابو بكر لغا ديدي كحماداي كحناقي بعمر السعودي ابو الدرداء وقوبته فديي با شيكدي كشيكاني مركو عمر صوفاريستي وحو يري وحو صوفاريستي النبي وجهيسو بدلية عمر بو عانانتي مرك عانانتو عانانتي لبا وحبا يحبار سانيد إلا أبو بكر انتو عبصدي عمر وشلباكو استاغي والنبي كوعي العلي أنا كقدر راه بس أنا كقدر راه أنا كقدر راه ويرا لكن واحد مهم دله وهذا كان النبي وجري نبي وحجري وانا ديني مد إلهي باي صادري وحبان دين شادي وبين تابع بعدين أبو بكر نور رنتي هذا نوع حساس تهاي وقت هذا كان النبي وليه هاي سو وقت التاني عمر هاي الرميين وإسلامين ما لكن وحبان ليس ديريا وحبان ليس ديريا دادكو اسكو دريتشا ماها وحال أنا يوا عمر أنا ياديغا ماها مساكين تهي الناس وحيهين بها لقرنين رحمة إلهي واسعة ومسكرة تشيني لكن ودناها فرطكوها وحان كودن بين دونان هاي لكن وحان ماشي يتشوغاي وكوو إلا لها صديق وشهيدان عمر وشهيد كلابات وكيل لها النبي يا رجل وش أبو بكر يا كحجة عمر وعمر كيو لكن أبو بكر وكدر يتدم بيا نبو حجري مركان ديني مد هاي ترى ذي وبنتا أبو بكر مارين كلية وبنتا يمدين وارون تابوي فهل أنتم تاركوا لي صاحبي والصاحب كي ما يديني سان بنان كما يغا مريسان نبي وكوع العليه مركا مركا وي مركا ابو بكر انتو عبصدي اما ابو عمر على الهي وحا كسو دغايو اي ميل فوق تكتا انتو يريو جيل بچوك سدي رسول كي انا كغردرا خلط كانا لها اسغو ملهين انا سببو اها بل نبي نو كدجي هل كان محو نبي وبريي صحابته اسكدا قال سكدا مسلم عادية سكدا الصحابة كله حتى عمر أبو بكر وحو لبسانا يا ماما غلي كرول حدو كاخر دناي يعفكو يرسادو ديدي كرتا ما ديدي كرتيدو هي ما يديني إنسان صاحبك فالهنتم تاركوا لي صاحبي سؤال شعر نبي قوو يديي قولا هدى ما يالي ولا يكر إلهي سؤالها ويلو تاغنت عمر كليه ما هينه فهل انت تاري كل صاحب اي ديني صاحبك عمر مدين هذا الجود بير النبي سببته مركه لغا تغ قعيده فهم النصوص صوم تقانان العبره بعموم اللفظ لا بخصوص السبب سببته كنت ميد او غار لما ايغو اريغ النبي يري مقف غار ولا هادلي مس ددكو دم بو لا هادلي ددكو دم بو لا هادلي waye waxyigu waxa la ogaa in dhacdooyin karo kala soo noqon doonaan saadarteed hadalka aananta si guud buu yiri nabigu hadii waa ummad uu khair badnayd saal lagu yiri intaanan daba ka fulka baa u maleeyaan nabigu faal antum dad yahu batihin taariku li kuwa ii deenaya saaxibi saaxibka Abu Bakar ma ii deenaysan amaan ma siinaysan برنان كما إيغا مرايسان حق حقرشة ذا مكد دين إيسان وحور نبسة ذا مكد دين إيسان هذا ما قوليها إلا هذا لغا كريلا إيهاي جوابته ذو أمايا وحيلا ورميه دين إيسان صاحبك مايا لكن نبقى محوينا برايا درجة ذا دوني لهو ذلك الدين ذو دوني لهو خير كدوري لهو مركا يا أبو بكر سوق على بنانك كمر كوا كوردي الصبح هي قلبتي صلاة هرتودي قداشون
أبو بكر لعنتيس كواسي عموما وحي سوق ليان آية دي القرآن كاهيد سورة الفتح آخر كذا تازن كوكب قبينا يايو وصلت الدقنين اللي يقسي يايو أمر دولة مضيع سوما رقم باش الدولة دي مدحكا آية دي وسورة الفتح آخر كذا محمد رسول الله محمد هو النبي إلهي إلهي صدري والذين معه كوا لتشوغانا أشدوا على الكفار رحماء بينهم يقوى سنة حريستان قال هذا نويس كبد عيان ماذا حوم الله الله عيان كربة يقول هاي سنة قال لحدا تراهم ركعا سجدا ودد عبادة بضن والصلاة بضن ركوعي سجود آخر كذا بحال يري إلى حولي اللي يغيظ بهم الكفار قال هذا إلهي كو عرقليو عيل قال هذا أولاد انتان وإلهي يقدر اتشده أسيي مكان كان أقار السيي صدرت قف صحابة مركو مغلا عيل قبنا حتى ركت وعرون يو نعيا ليغيظ بهم الكفار ولذلك إمام مالك وكيل آياتنا وحيتو سيسا قفك الصحابة كعرودين نعا إنه قاليا وهي الصحابة قيل كاما دعين قري كاما دعين قبر كاما كوسن ما هي كويالين محال وحسوستا نبي جاي قرب النقدين دين تري وقرقارين هذه هي الرير كينا اسمين اللينين لولي يحولا حتى ما برنولو اسكو ما هي ساتان ما هي اسكو هي ساتان ما هي الدين تي اي دفاعين داد كان سوق قارسيين باطال محال لغو نعمرك داد كبيري آدم كاوائنا لما الدين ونعضو اما الدوية ونعضو دوية مرك هذو نعيساي اما حولو اما حكم اما حلو اما حنشر بايدا نحمرته حنشر يديك ميال حولي نمد حيالان حكم نمد حيالو حلي يهوانا نسكوه يسالنا ميالان نعي يتشعيل كصوحري والدين دين تطالنا واسلام نك اسلام كتشعيل واتشعيليه نك نعانا دين تامبو نعي صدرت هديب الدين هذو نعضي وليغيظ بهم الكفار نع أبو بكر يا الصحابة دين لون نعاي وأستان دين كبح دين ده أمر كي النبي قوي يقول الله الدروح وحلق الشيغانا ودين ده قرآن كي السنة دي درجة ده إيا قيمها السيئي بنت الله الشيغي إيه هريره وددتك إن لغوها بابي اللغي يابو إن شاء الله مناسبتك لين نخون كرتا إن داسان كبحي دان ديري رالي هذا علماء وقت يقيم كقاتين رالي هذا السلام عليكم ورحمة الله جزا الله فضيلة الشيخ الدكتور محمود الشبلي وحفظ الله قدر كاسوه قصاب سنة فضائل أبي بكر رضي الله عنه نحن نوجد بين قيل تصدحان وآه دروس وعبر من الهجرة ونسو جيدين دونه الشيخ عبد القادر بابي حفظه الله فليتفضل مشكورا مأجورا. الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. دروستا يفويدا إن كفى إذا سنة نص سيرد النبي صلى الله عليه وآله وسلم قيبي يرخور من كسو قادنين رسائل يكتب بدن والغا ليفي مقالات بدن والغا قرأي قدر في كواجع المكفى إذا سننا وحوي الصراع بين الحق والباطل صراع قديم لولن كان يلك دينتا يهردن ككدح يحق يبادل ولولن سوچرين اه ولبي لابمان اياه انبيدي الهي سبحانه وتعالى خلقك الله سبحانه وتعالى فرينته وقصو ليبي يعدي كسو هرچي ديو ابليس راعضي دقال كا كدحي يسراع كدحي
إلهي القرآن كو حكولي بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. وحي إلهي تلمام يا حقي باطلين إجران إسلامر كان حقي باطل كاللغو قنيه كذبنا حق باطل كهو مسكحين يوم مسكحده وكل فنيه عوز قالوه إلهي سبحانه وتعالى مقالات كي قالوا يوحي أي فافنيين والنبي إلهي النصر يقول إن اللصيني فإلهي كتواب وحلي ولكم الويل مما تصفون عد ليديهن هلاك باد ليديهن وركات شيغي ساندرتين وحلو إلهي القرآن كهو قتل مامي آيات مفسرين تا قيب بدن وكمدي آيات يقتل مامين إن هجرة النبي قايكو صاب سنتعي أصغو النبي دعي سنة يكلمة دادو قيمة بدن كو دعي سنة وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. ربيو وحان كويدي سنة يا مكانو قيلتان رنة ميشا آنو صعدو أو مكاة إن هاد إيفضو ديسو قيلتان كيدا يتقيتان كيدا أيان كويدي سنة يا وحان كويدي سنة يا مكانو بحيتان رنة أو ميشا نانكي جرون يا مكاة إن هاد إلهي وصين نبت قليو يا بدبادو يا سنة بحيني أي كجرتو هاد إيقا بحيسو وحالد آدو عدد والضعف هو دريم يا النبي صلى الله عليه وسلم عليه لبت يا مشكلة دنا وحالك قبحة إلهي وقعمها الله هرصده الباب كي سنة لقراعه حاجدة دي دنتا دي باهدة دنا آدو بنيقته واجعل لي من لدنك سلطان النصيرة الله وقت هذا وحادي قصي ساعة قوت آدي بوهي لسو إله وقت هذا يقصي دعاني النبي قال الله وأقبلي وواتي قيبتي هوري أنصار با إلهي سبحانه وتعالى أدياري يدو الصراع عاسي أجر حتى قلبي ضدك وحال أحلي قلبي النبي يا إنت الرعضي إن يقوش يلبت يقو يالنا يا إلهي وحولها لا أقلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد وكان حقا علينا نصر المؤمنين. حالت كستو أوقفك مسلم كي يكوتيرو لباتوي مشكلت كستو أو صوفوت سارتا إن أو قلبي أو قشدو عريقا أو كوتيرو إن كبحي النصر يقول له هلي حالو قدري نسينا النبي يساقو مرحلة دا يحوليس كي كوتيرا فرينتا هي الرسالة ووضعين عالم كورنان أي قارس حديث أحمد حاكم بن حبان يورنيا من حديث تميم الداري علي النبي صلوات الله وسلامه عليه لا يبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار أمر كان دينتا هي الرسالة وحي قارد دونتا انت هبينك هي مالنتو أي قاردو دوحي كبلا متى النبي محمد الإريان أيوه عليه النبي صلى الله عليه وسلم عليه ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين. إلهي كمتك يقولي لوبك سميسا يمد لوبك سميسا أنت وإلهي دين تو قلنا يا حونكو قلنا يا من شرف لشرفتي سا وضدب إلهي دين تنوكو كرامين يا مد ليسن دولي سالو غلن يا ددنا الهي هوس بو غدي وادو دولينيا قضب كلباد انه كفايديسرنا ومكرغا ومكر خصوم الدعوه بالداعيه امر مستمر ومتكرر دغرتا اعداد يا عدويه الاسلام كو اي يشرقولد يا دبنده اي ودغيان فرينتان او حقا ان خلق يا غادو ودعوه اي كو رستاغيان يروح الداعي شرقولد اي ودغيان
وشرقول دائمة أو صون نقنية شرقول كاسي مركا نبي محمد كيلو ويصدح قيبود عبن بوكو حكومي يقفك الرسالة يو فرنتان قاضية إن لدلو أما إن لحره أما إن لمسافري نبي محمد خاص قماه وإذ يمكر بك الذين كفروا ليصمتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين حديث البخاري دير اسكو صاب سنة هجرة النبي وحفا إيديني النبي يا أبو بكر لدول صار يديدو دي وليغفكي صوقبتا أما إيقو نول نول كوكينا أما جيري إسقو سود دي كينا إن بقول جيرا لسيني ومليون هذا مليومات باليس دول ديغا سوميدا مقل واتاس ردي كينتا بقول جيرا يليبا سراق ابن مالك با عمركا دوركا إسكو ديينو بقول كاسون عصدو ويريانيغو مجالستي غولياشي تولكي اي كو شيكيسن جيرين فديا باقول اي تيما وحي لهدين وحانو ارغني بيدامو يي موقالو دنكا خيبتا مريا بيدام با خيبتا نوغا موقتاي اسلامركي با وحان فهمي بو يري نبي يي صاحيبكي اني ايغي يهين مركاسان سي ان او لوبيو با وحان كو يري ايغي ماها اي وهبل يي هبلو مش نگاه تگی. محوس اون زمان یا کارت داس. واین او خوب گوری است. بقول که اگر او خوب گوری است، اسب و گام او خوب صادق. و حین کفایت سن ان دقت و تخدید و الاخذی به الاسباب. قاب که و نعکسان یسید او قرشیه هجرتیسی بحیتان کیسی. اسب و نبی و الهی سبحان و تعالی هیل که. يجرب كي يجوش أو سينيو هذا السبب تي وقاضنا يا شرع قال لي نقبر يا إني إنه السبب تي إني إنه قاضنا وأسباب تلني ما أدنا إني شرع كمته مزوكو بيا النبي صلى الله وسلم عليه هو قاتل السبب كست أو ممكن وأرن كان يسد ياري يبحي ديار جرو لو جبحنا تخديد محكم أيو النبي صلى الله وسلم عليه وسلم قرشين وعنا دا بلام هي استراتيجية إن لودج يشيعة أيو سمي قدر كأفراد إنه كيف هذه السنة وكلسوني دا النبي إلهي وكو كلسونا وإلهي سبحانه وتعالى وقرآن كسود تجي آيات دي شيخ محمود وآخره لا بشر محمود آخرين إلهي باطل مامي وإلهي سبحانه وتعالى تلمامي يا نصر يجوش إني هليان كلمة دا كوا قالوا بينا إن قندون تمد هو صين تبضن كلمة دا إلهينا اللي سرعوا وحكر حيا قل هذا كلمة دا إلهي سبحانه وتعالى خلقي جارسين إسا إيه قل هذا كلمة دا إلهي كسه هرجدة وقال هذا كلمة دا خلقي أود ويرس النبي صلى الله عليه وسلم عليه حديثه قتل ماما يا أبو بكر نو كده شنا يا كل صوني دا النبي كان قتل سنة حكولي يهي إذ يقول لصاحبه لا تحسن إن الله معنا همرغون إلهي بائنا لجرة ومعية نصرة وتأييد ومعية خاصة قف إلهي سبحانه وتعالى ولجرنا أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين أبو بكر باع بخاري مسلم سيدي ورنا الحديث حتى واخرنا يا شيخ محمود ايوه لي قلت للنبي صلى الله عليه وسلم وانا في الغار نبي محمد بن حنقول اني قلت كي كجرا لو ان احدهم نظر تحت قدميه لابصر لابصرنا حديمت كود وفيرن لها غمده سي لغه سوستودا وين ارك لها دي قلت كي اي كجران بيدوش كتاكتاغي somalidu xayir aadan kulli meel ka keenay ma garanayaan caar afka iskaga jirtay oo hadii la ay ku rooyin marka caar afka iskaga ma jirina waa la isu muuqday oo waa baka waa kuwa isu jeeda oo leeyahay haduu hoos fiirin lahaa wayna arki lahaayeen
مركاس النبي صلوات الله وسلامه عليه وحكى له ما ظنك يا أبا بكر بسنين الله ثالثهما حيث أي ملاحظ كما لين أبو بكر الله إلهي أصدح كويه قضب كشناد وحلق فأيدي سنة يا ودروس تكجرتا توظيف الضاقات شقض إلا قيب صدا توزيع المهام للسمعية قف والبماشة كحبا الله درا مركو قرشين هجرديسا عبد الله بن أبي بكر وحلو درا استردام كي حورانك إنه صو قريش وصو دقيستو وحيليهين مالين تيوردن وصو دحشوغو حبين كينا قدك وقصو دالبادو وركا وكيان عامر بن فهيرة وراعي أهانا وحالو دري رادك يميشي أي مرين يوحاسو لننتو ترترو حولها إنو ميشا وقصو أكيو هدي لا يكورو إيهاي سي وحدفك أي ليهين سي وقلو ميو أسماء بنت أبي بكر وحالو دري قبن قابدي إيه صحيدي لقادن لحاوة اللو دري أولي لدياري عبد الله بن أريقي دوانينكي دليل كأها إيدو ليقان كأها يسبو خبردة ودمردة يصحارها دول يضحب نينكي كليقاني واحد هجردو حالك فايدة سنة يعني تهي تضحية يعني وين هو إلهي سبحانه وتعالى يعني جد كيسة لغو قاري وحا قضبك كلكم إذا الإيمان بالمعجزات الحسية إن لرميه معجزات حسية سراقة ابن مالك يسقى النبي إريانية أي فرس كيس يدلك أو لقو أي ودلك يعني مركا أدي لا يكورون يهاي أنتو خوص وقالي أي دلك لقو أي هذا هو بس يديران كرو حال قفا إلي سنة يا حفظ السر للغاية سرت النبي سيدي أدى ورسونيد وميشي يقدم بيسي أي واحد بالقفا إلي سنة شغالي ومرتين رواينا الموضوع إن شاء الله تعالى أنت مضبطان ضمبعان أنا سكيب بهذا مسألو أي فقه كذا هذلان با يدنا لقفا إذا سنة يا أيوه وجواز الاستعانة بالكافر المأمون ننقال له أو يعني آمن لقيا هاي إنه وحي الله يدب إسلامك أوكيان إن لك حال ميسن كرو هيا لقفا إذا سنة يا قضب بضن آدي آدو ترى بضن با لقفا إذا سنة يا كتب بضن نوار لقا قري لكن إن شاء الله تعالى شيخ مرتيو هرره يجي أيها إن شاء الله تعالى وجعلك أبنين دونا جزاك الله خير بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم أما بعد كلمة وحي صور دونتا أما أي قابين دونتا سردي قرق بضناء علمه إن لو داقين بعض صور رينا ومعنيه بيهي قل فوف كقول إسيرة النبي صلى الله عليه وسلم إيو قرشين تهجرة وديار قرو قيدة تباب شيسي قيدة ودار بشلي إنا صور رينا وحرم إنا دوغاتان سيرة مرك الله شهده شن مطاب سيسنا كون تباب شيسي انت الهجرة لكالي تباب شيسي مرك هجرة لكالي تباب شيسي ان انصار اهدتك الله مرتي دونه لسي دياري تباب شيسي ان مهاجرين للهجرون دونه وحق آدي دونه لسي دياري وحين تاكدن بينا وعدي سيدي دولة الإسلامية وحاسيرات النبي كم بغضا كلهم إلا دمان دولة إسلامية ودسان وقفك ما تبارك أوراره كفكره سيدان الله ونكا لدبادنا الله أساسا دولة إسلامية وحو دقاء وكلية سيرات النبي صلى الله عليه وسلم بال ببال كالوسي ديبا يهل كان الدروس بأمرك كله الضبا قضبك يقول بأغان إليه ديبا وحوية تخطيط النبي صلى الله عليه وسلم
waxaa jira laba kelmadood oo daraasaadku adeegsadaan takhdiid iyo takhdiid istraatiiji. Labada waxay ku kala duwan yihiin. takhdiidku waa qofka inuu odoroso mustaqbalka wuxuu u baahan yahay. istraatiijiyaduna waa odoroska waxa ka soo baxa sida loo qaabayn lahaa. si kale markaan u dhigo. waxaan leedahay waxaan ka fakarayaa inaan warshad sameeyo ama shirkad furo. takhdiid baa lagu magacaabaa taanki. laakiin sidaad u qaabayn lahayd wixii aad meesha ku qaban lahayd dadka customer-ka kuu noqon doona iyo costiga aad ka fakaraysid iyo dadka kuu noqon doona bay mushtarka inaad qaabaysid waxaa lagu magacaabaa istraatiiji. nebiga sallallahu calayhi wasallam siiradiisa waxaa ka muuqata labada qodob oo ah takhdiidkii oo ah in si aad iyo aad u fog cala almadiin baxa oo fog inuu nebigu qodoro sallallahu calayhi wasallam iyo in istraatiijiyadii markaa ka howlgala. qodobadan markaan duumaro biidni illahi subxaana wa tacaala waa tii nebiga sallallahu calayhi wasallam 10 sano in ka badan uu maka joogay, waa tii dheg jalaq loo siin waayo, waa in dad fara ku tiriisa uu keliya ay marxabaysiiyeen dacwada, waa in waa tii ay dhacday in maka almukarama dhexdeeda uu ka heli waayo nusra sallallahu calayhi wasallam. ilaahay marka wuxuu qadaray. intaa kadib waxaa yimid marka in loo gogol xaaro almarxala almakiya almadaniya oo marxalad iyadu culayskeeda leh, miisaankeeda leh, wax weynna runtii ka bedeshay micyaarka iyo miisaanka ay ku socoto siiratu nabiyi sala allahu calayhi wasalam. marxalada iyada marka oo markii uu nabiga sala alla slam la kulmay dadkii dhalinyarada ahaa culimmada ay noo sheegeen kulankaa markuu dhacay ay aada nebiga sala alla slam usoo dhaweeyeen ibnu isxaaq iyo ragga la mida waxay tilmaamayaan dadka nebiga la kulmay oo dadkii dhalinyarada ahaa laba arrimood baa ku bixiyey in si kulul oo xamaas uu ku jiro nebiga markiiba usoo dhaweeyeen laba arrimood baa keentay. oo mida waxay maqli jireen yuhuud oo leh nebi baa la soo bixin doonaa oo aakhir zamanka soo bixi doona kaa marka la keeno oo uu soo baxan faraha idinka kawin doona. waa qodobka labaado halkaa waxaa ka jiray kala qubanaan iyo isku dhacba wuxuu ka jiray daakhil bayt alansaari nimankii aws iyo khasran iyo taariikhdii dheeraada ogta in marka la helo nebi ilaahay uu soo diray oo ummaddan kala daadsankeeda ururiya oo meel isugu keeno oo ka dhiga ummad iyadu meel u jeedaaye oo midnimadeedii waxdadeeda lehna waxay ka mid tahay arrinta labaad marka guuri xaartay. haddaba nebiga sallallahu calayhi wasallam takhdiidkiisa waxaa ka mid ah in markiiba uu doorto qofka munaasabka ah meesha u munaasabka. waxaa la dhahaa altakhliyatu qabla altaxliya, intaadan meel degin waa la xaarxaartaa. almadiina almunawara iyadoo uu socdo ciidankii oo aan kala harin oo muhaajiriin oo dhan haddii meeshaa la heeriya dhigto suurtagal maaha. sidaa darteed waxaa yimi fakara in la diro muscab oo ah danjirihii ugu horreeyey, safiirkii ugu horreeyey dadka muslimiinta, oo nebiga sallallahu calayhi wasallam uu diray. marka la diray nebiga sallallahu calayhi wasallam uu dirayey iskama dirin oo muscab oo xagga aad un laga dhigay, iyadana plan baa ka dambeeyey, qorshuu nebiga dejiyey. kow qodobka koowaad wuxuu ahaa waxaa la yidhi mas-uuliyaadka waxaa ka mid hor dadka diinta ii bar. qodobka labaad guri walbana dacwada iyo baaqa diineed waa inuu gaaro. qodobka saddexaad in madiine ay noqoto meel iyadoo u suubatay in loo soo hijroodo inay noqotona iyadana ka warkeen. qodobka kale wuxuu ahaa ee muscab lala diray wuxuu ahaa inuu soo xooraansado oo uu soo sahmiyo oo mustaqbalka calimada baciidi uu soo saadaaliyo uu yidhaahdo halkaas waxay noqon kartaa allaylehe rugtii islaamku uu biyo dhigan lahaa halkii nuurka islaamku uu ka bidaami lahaa ii sii bax baa la yidhi intaaba loo diray. runtii waana runtii aad na ugu guulaystay. nebiga sal alayh wasalam takhdiidkiisa waxaa ka mida salawaatu rabbi wasalaamu calayh dhagaa dhiidintabeeyey waxaa ka mida inta rosiska uu socday hijradu ay socotay waxaa muuqatay in waxba ay si sira ahaayeen. yacni macnaa sida culimmadu ka dhawaajiyeen warka meelaha lagama maqlin laakiin waa la qarinayay. saa darteed waxaa la tilmaamaa shirka uu nimanka ula galay oo ansaaru ula galay waxaa la tilmaamaa waxaa fadhiya alcabaas
يضو تاريخيا ورطبا ما كنت أجد علي بن أبي طالب بكر السدين لبدو ذا نرنتي نبي صلى الله عليه وسلم عنتي سميك بأهيان ضد كلا يكدونا شركة هرت السي آت بلو قريب ولذلك رواية دي حديث روحة هاي وحامل بحني إنه إسقرينينا أو ما ليس أو حلو لنا أو رنتي نول بنا أو شتي لبدي سأنتينا وشكا دورة محاصص هل كان محاكى منظر يدل من بحنا؟ طبعا كان يقول تخطيط النبي صلى الله عليه وسلم استراتيجي واحد كمل ماشى لآلية النبي صلى الله عليه وسلم تمام أما الزمن كله بحاجة سأدرتي واحد لقوب بيجي أيام التشريق مالك أبو هريرة وأتن لي هذا فوق هذا الدهان يوم القر لما تقاطع مالك اللبان ويوم النفير مالك اللبات قال إنك الدمبة وصدح إيه طبعاً ما لها يا ما تشرب يسوق الدوانا ضد كنا نيو الباب هو مشكل سين تودع حطور توردو أخر طلبوا بيعين وأنا مال ما أرتاح وقت جيدا له وحكى له هذا النبي صلى الله عليه وسلم بلانك يسوي حكمي دبرشي إسا إن ماشنا الحديد هل كان مو كلنا بلانت إنه هل كان نبنا إسا مضاش عن ورق خلق هذا دون هل كان نبنا دونتا حري جمرة العقل هل كان حكى جم وقتها دين تونو مركي يسوق جاريسي إذا هكذا إسكسوا عتبا الإيمان شيء والبا يطلب البا والنبي جو قاضي يسحبين شيء قاضي وحياه واحد السنة لكن ما أنت دراسات كان غربي وصل ستاريس كان حلقة يا بعدين أنتي وكو قاضي لكن إلا قاضي وماشي لي لكن إن براكماتيكلي أي نقطة أو هو قول نقطة أو في حمل لما رياي النبي صلى الله عليه وسلم بفري سأدرت مرك الركع على الله كل بروح عليه لبي طبعا هرجو جيا لإسكسوا صار نما كارونتي عارفين تاه يا مقبرة وحلاه تلقي نيو البويلو شقك قبتم بشي دكي ديان كي هل كأمرك يسوع هذا هو أمرك سيدنا صلى الله عليه وسلم عقيري أنتم على قومكم بما فيهم كفارة إني كان لك كفلا وشافوني وحكى له تخطيط كم إذا تواتي أنصارت تي مهاجرين إن شاء الله ما دقدقي مهاجرين تي ولا دياري سادرت أنت ضدك كان إلا نقف اللي يراد ما يشوف كل شيء وقصو برباري وأنا قادم وكنا قضي اللي يراد بري سادم سكت دقائق وأركت سادرت وحلاه بنا لون بحنا ذي psychological planning إن نفسي لا تياري ضدكم إن أقبل كلام إن هجرانه سادرت المركي وحاس بدله سياق آيات القرآن هي جو اتموسفير كأيوه قصو عضان ويس بدله وحاب الله المركي بان إلا جهر لي هجرة القرآن قال وأرض الله واسعة دباء إذن هي صومة مرحلة إذن كنت تعيين صومة دباء إذن كنت عيين صومة والغاق إلا هذه صومة أرض الله واسعة مركيبة كلمة صحيح مدير إسان يقول إيمان دون فردت يقح إيه لقد تجدون هالك لتقيه لب مركيبة حسودك سورة الكهف سورة الكهف وحاك هجرة لماك إنتي لديبين أو دبلة كارسيين أو إنتي نفسي وايين قد كالي على تلمام مرك آيات وحي سدة بن وتلمام إن شاء الله هذا بل الله السابع ودقمان إذن كنوا ودقمي دونتان ولذلك مبارك فوري وكبرا رجلين قدر كسر حاجة الحياة وحابة يمي التسريح عد وصدق يحن أصبح لهل هجروده والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوي أنهم في الدنيا حسن ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون مركب الله الشيء بل الله هجرون إيسا كده مركب ظلم يظلم لغا قالاي اول دولمي مال انا اكسب بانو دجيد دونا الى سبحانه وتعالى تا يدا وحا يمد مركا وا ديارنت وحا كل هدان يمد بل وحا ليري انت الهجره ده وين الدوله الاسلاميه دي دبابا ما هو اسيتون انت سن بلابن كون بل هلما هرمريو هجره الحبشه الاولى هجره دي الحبشه الثانيه وسكوري انت وحي فردح وهايان هجره ده وين oo halka islaamku markaa uu ka iimaan qaadi doono ama uu ka ilaashkiisu ka soo bixi doono sadoqtiin habashay markii la aaday ilaa 15 sano meesha la joogay wiliyari kanibi ka salaam sheegay isagoo khaybar joogay sanadkii 7 wa tan ay soo laabteen saxba rasuul ay soo laabteen salaatu rabbi salaam alayhi taqdiidka waxa kamida ama tabawshaysi waxa kamida xuquuq baa jirta oo nabiga dadku u hayay in la celiyo dadku xuquuq bay xuquuqda in la celiyo qoloba wuxuu inuu celiyo laba arimood baa ahay waa mid oo inuu nabiga isfudayo طلب كلام من حيوي إن أنا دين محمد على هني ولا تجي وحاسر رتي إسبورين يا مركيبة اللي يرى محمد النبي الصادق اللي يرى وفي نفسنا وقتنا فر لوجود اللي يرى عارف والله بحسن يدون بكي دلنا
وحكوا له أن أوجد بإذن الله سبحانه وتعالى أنت كعلم الله شكتي مركز دي بلوغ الله تو إزديار أنت وحكم الله وحكم كأيجينا أنجلك كلامه أنجلك كواتكو نبي صلى الله عليه وسلم علم إنه بطار إنه دورته هو يراه على ماشة بوش كي يقول الدوام ما دام نبي دقائق أسباب تو دورتنا مركز الله صور يروح يسوق إيمان إسحاق نين لقى شكين يا ما إنه بورجيري نبي صلى الله عليه وسلم وأني نقله يا وصاب بحية طف لقى شكين كلام مكان ما وماشة زبوسه كوبا يا إيو إيه نبي صلى الله عليه وسلم أقربه إنه إنه بره عقيدة توكل كأه توكل كأناه توكل كأه طف كده إنه هرشي بذكره إيه ده والله إيمان يا أسباب تي فيسيليتيز كي بحلو بحنا توكل كأنه طف كده إنه استدكتور هذا عندنا بدو يراد إلى هاي دون الذهب يسون يسون الشقل دريني صلاة ربي وسلام عليه أسباب تي بولي من صلاة ربي وسلام عليه وعم قد بيا هذانا أو دك دقيا هذانا تخطيط كنبي صلى الله عليه وسلم وأتن قال فوق قد كهل لنا أثناء الهجرة مكة الجاري كو وحل الدياري يا نبي الراحة وأتن الشيخ جزاه الله خير ونجا ورم أبو بكر أبو بكر دور شريسة لا بقدر بقصو كوبا يا الحين فضي جسوا لنا بقشيك ومدوا أنتوا النبي جا ولسوا عليه مرة جلال بوكمرة مرة هرب بوكمرة كده النبي جا ودي وحرا أبو بكر ملحس بدنينا أرجو رسول الله وأنا لبعسنا يا عم خصبنا هنا جلال دكتور صح النوانا هاي وعم خصبنا هنا هرب دكتور لا بد أن يموت وحين كين هنا في جنة صلاة ربي وسلام عليه سام الجدوى أبو بكر هذا قصة سوا هذا كلامه قصة كوبي أبو بكر حبه والنبي وجعلي هاي النبي قبل مركو أنتوا هرالي عانوا بكيا مركو شيء عبر رسول الله عنها دل مركو النبي قال ورد ماي صلاة ربي وسلام عليه وحليه هاي أبو بكر النبي قال عني ورد ماي حتى رضيت إلى أن يرضى كم أنا هم واحد ماي النبي قال مثل أبو بكر النبي قال صلى الله عليه وسلم إشلون أبو بكر حتى رضيت هو يدو مركي عيال كذا أنا منتصي نيسو مركي كعب وانا الرأسين كعب كعبان وتنى آدي الفرحة بالله معايا الحين دريميسا يد حتى ويسا الماميسا وحكينا يا حبيقا جبيليقا أيوه هايسو المها أبو بكر مركي جعل بالنبي قوقبه قوقب صلاة ربي وسلم عليه جعل لسوكو بكرمان مركا لما يابين اللي يرى أبو بكر يساق الله دورت صلاة ربي رضي الله عنه وارضاه تاني هذا وكو قد بيه علماء انه فافاين وحكى الله كم إذا وضد النبي قلوا مرهو مرهو كوانو نغض مرهو نتي آمنا وكفكر صلاة ربي وسلم عليه لك أهل سير مركا يتلمام عليه وارد مركا مكان لك تقيه مدينة وحي حكتها حقا يشمال بحكتها وقوي قلوا الله نبي قلوا بك وقوي ما أبارن حقا يكفر بآله مركي بحاب الله ذي إنه النبي صلى الله عليه وسلم وضدك مالك له الدرايو إني مركزي كلام فهمه لبا جاريتي وكم بحلها وضيع في صلاة الله وسلم عليه وتم جاريتي تل دياري وبكر عرف كم يسين ودافر بلاه وعلى دياري هل كي جباسي أن نقل لها ليش قارن لها نوال دياري مخبأ الحديث هو تلمامه أقول عنه قدر مركا بوردشة أنك كافر حق كافر حكته مكة المكرمة يدو راح يموجين إسا ما أرأيته تخطيط النبي صلى الله عليه وسلم وحال إمامه اللي مجري دونه سد حمامه ينال الله عافين تامر كوحي موجين إسا النبي صلى الله عليه وسلم يسكسر صلى الله عليه وسلم وعلى علماء الله يتلامين هذا النقاء كيبا للدياري وعلى الدياري هذا النقاء حق تصور أوروريني وهذا وقتهم دولون وحي لها مكتب استخباراتي بي لها مكتب حق أوروريني بي لها حبال السور وقالا مركي الله الديري عبد الله ابن أبي بكر الصديق وحال الله إنه أقاض محمد قال لك أنا حبوا حيا ضدكم محي شيء تعالى وحي موجودين إنسان تخطيط النبي صلى الله عليه وسلم تخطيط كوحا كمدا وحي النبي صلى الله عليه وسلم وحلا عليك سدي وح أنكم بك عامي كرنو إن سيسالا أدبا إيو أنا نطيحنين ضدك والله الله طبعا مركي مركي اللي هجروني عام موجودين مثلا مركي أبو بكر إيو وأركي أدتكو يا كي النبي صلى الله عليه وسلم وحي هذا الرجل يهديني السبيل هذا كهدوء الله هذا العد ما يوهب يهدي وهم الله النبي يقول لكم برارو إلى لكن في مضض ويتسيري لو أن بدوي تذكر حلو قادر يا مركي مال الله ودرم مال جوانا بيكون عران وحلو فهم نين ما أرجتي يعني هاجي لكن سيد الصحراء وحيتوه وتمام يا محل نين يتسيري وضد إلهي أجنة أبو جارنا وأزيد كتب بإذن الله سبحانه وتعالى وحكم إذا تخطيط كوا حكم إذا النبي صلى الله عليه وسلم وتمامي مثلا ضدك
هول قليل بالمناسبة هنا الكبار أرتانوا لوجيستيك تيمكا أما سيرفيس تيمكا هوشة from A to Z من ألف للياء وذين وحيان قولي أبو بكر ولذلك مركز الله صعب أسماء ذات النطاقين بنت أبي بكر كلي جيد نبي صلى الله عليه وسلم وحول لقى الليس of job descriptions 1, 2, 3, 1, 2, إيادة كلي هون سكوت وحا أبو هرية وحا يقبالي سوحا كمي راشيكا إن صوت دياري صوت ولا سوق دروحا كمي هوشة تبانيسي النبي صلى الله عليه وسلم سيرتي سايق قريصه وحا كمي إن أبو قحافة قولي جوغة ولا أبو بكر ما شلماتكي شنطيه اللحظة كونا الدرهم ماشي التيلي نفسك يسمي الله بحصده وطني أيضنا وحيسا ما يسي ماشي شلماتكو قرسين جيرين إلا نقول نبالايا ماشا انت إساج سوحي تيلي شعومة فاوروبا وحر وقتي وكعادة ما المركب سميسك شاكيني أنا وحبا شاكيني مركب حيانا خمس سنة المهم وحوي مركب مال اندول بوها بوقت مركزو مركزي كان عنده توصل تروح يدرس لما قال كان يكون جيران وحبها نور ولين بيتي قبل قبلني مرك إن شاء الله سبحانه وتعالى ورات غصب ويجب أن تروح فريضة تقول لك وحيد مودي أن يروس كفر ديماش وأنا كان نك عن دايرة سهلة نقول قبل قبلني محل النهاية تخطيط كأبوض بيا يروحها مركز المدينة منورة بتجي قرانة كم مرك عن لها هالك أو حين لو جيران درسي رنت عليش نسأل هديها بيني مالي وحافري وأنا يا إتاعي سيد الله على الدولة الإسلامية هديها بيني مالن أقول كيف كره إنه ومرهن دعوة صحوية سيد الله كم مرة علي هديه فهم نفهم منه أما ما كيف كره والحكومة ما أنا بين عشية وضحاها قاب كمان تان أركه أو هوش اللي يقص عطه أي ضد قاعد يضرب ميان ولا ضد يضرب ميان أما فكر كصحوية أو ضرب ميو قاب غرمة اللي وقارمها كما صاحرته تخطيط كان النبي صلى الله عليه وسلم وتخطيطه النبي صلى الله عليه وسلم نولشيسا بلو إلا دمام وحي كسعوتي طلاب طلاب تكتم بيسايل وطلاب يضو رنتي لسرقوي جانجو أن ويضو أن اسكسوا عن إله سبحانه وتعالى هو يديسانينا إن ونقاق بلما قلناه إنه جواد بر الرؤوف الرحيم صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم غير وانا كتب كتاب اللي انت على راسي تبنا الى الله جميعا جزاك الله جزا الله فضيلة الشيخ دكتور علي كويس زوج يعني جو جوين يو انت نودا انت عم سيد الموقع ان شاء الله تعالى انا هالعيله هي مركره ولو قيمها بدن كسوى الشيء انه شيء نسيه ندودا قيمها بدن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.